السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في الفيديو ده على دواء منتشر استخدامه بالنسبة لدكاترة العظام وكمان بالنسبة لدكاترة البطنة، وخاصة في الناس اللي بيكون عندها مرض السكر في المراحل المتأخرة، وده لأن السكر مع مرور الوقت بيأثر على الأعصاب الطرفية، ممكن البيشنت أو ممكن المريض إن هو يحس إن أعصابه أو ما عادش حاسس مثلا بإيديه بأطراف إيديه بأطراف رجليه، وساعات بيحس إن هو بيحصل فيه إن هو بيقول بحس بتنميل أو نمل ماشي تحت جلدي، وده بنسميه حاجة اسمها نمبنس، وده يعتبر نوع من أنواع الألم اللي ممكن العيان إن هو يحصل له بسبب تأثر الأعصاب. طيب يا دكتورة، إيه هو الدواء ده؟ قولنا عليه هو الجابتين. الجابتين للأسف هو يعتبر خلاص بقى جدول، لكن هو ليه برضك فوائد في المراحل المتأخرة زي ما اتفقنا إن هو بيحصل فيه عندي نمبنس أو اتلمين تحت الأطراف وكده، ساعات انا ما بضطرش غير ان انا استخدم اللي هو الجابتن ده، وكمان بستخدم معاه اللي هو فيتامين بي 12، باخد اللي هو حقنتين مره في الاسبوع. طيب الجابتن ده هتكلم في الفيديو ده بالاخص على مرضى الفشل الكلوي. الجابتن للاسف لو انا اخدته بجرعه عاليه او بالجرعه بتاعته الطبيعيه بالنسبه للناس الطبيعيه، يعني خدها مريض فشل كلوي بيغسل، في الحاله دي ممكن البيشنت ده يخش لي في حاجه اسمها كوما، ان هو يغمى عليه ويفقد الوعي، وكمان ان هو ممكن لا قدر الله يموت. لذلك احنا لازم ان احنا نعمل حاجه اسمها دوز موديفيكيشن، يعني نظبط الجرعه بتاعه الدواء ده للناس اللي بتغسل، ونشوف ونشوف اصلا البيشنت او العيان هل هيتقبل الجرعه دي يعني ولا لا، وجسمه هيتواكب معاها ولا لا. لذلك لو حابين تعرفوا الجرعه بالظبط تابعونا على الصفحة، ولو في أي استفسارات بالنسبة للدواء ده أي بيشنت بياخده ممكن يتواصل معنا على الصفحة، وشكرا.